السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد على قناتكم مطبخ أم فيزا. عروشكم مبروكة، يدخل عليكم رمضان بالصحة والهنا وراحة البال وباش ما تمنيتو إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غنحضروا مع بعض الزميطة المكنسية أو السفوف أو السلو، كل واحد كيفاش كيسميه. ضروري من الحضور ديالو في البيوت المغاربة طيلة شهر رمضان، كل واحد كيفاش كيحضر الزميطة ديالو وكل واحد وطريقته. اليوم غنحضروا معكم طريقتي سهله على الطريقه المكنسيه. بلا ما نطول عليكم اكثر ندوزوا المقادير. بسم الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج كيلو ونص من الجنجلان اللي مغسول ومنقي ومحمر من قبل، وكيلو ونص من الكاوكاو، عندي كيلو ونص مخلط ما بين الكاوكاو البلدي والكاوكاو الرومي، وكيلو من السكر كلاسي، والسكر كيبقى حسب الذوق. وغنحتاج القرفه مطحونه، نحتاج النافع محمر او مصهد من قبل، وغنحتاج لحبه حلاوه حتى هي صهدتها من قبل، ورشه الملحه، وكيلو د اللوز منقي ومقلي في الزيت، وجوج حبات من الكوزه. هنا عندي دقيق د الفرص اللي حمرت في الفران، زعما دقيق د الحلوى من النوعيه المزيانه. هنا عندي جوج كيلو 250 غرام اللي هي جوج كيلو وربع من الدقيق محمر. بسم الله على بركه الله غنبدا نطحن في المقادير. اول حاجه بديت بها هي كاوكاو، كنطحنو مزيان حتى ما كيبقى فيه حتى شي طرف صحيح. كاع المكونات غنطحنهم بنفس الطريقه، غنطحنهم مزيان حتى يبقاو يتجمعوا في اليد بحال هكا، حتى كيوليو كيتجمعوا في اليد على هذا الشكل. غنكمل بنفس طريقه الطحين ديال الكاوكاو، ومن بعد غندوز باش نطحن الزنجلان. والزنجلان كذلك كنطحنو مزيان حتى كيولي كيتجمع. وبالنسبه للوز حتى هو كنطحنو بنفس الطريقه وما كنخليو فيه حتى شي طرف صحيح باش كيعطي المذاق والنسمه ديالو في الزميطه. كنطحنو مزيان حتى كيتلك بهذا الشكل. وبعد ما طحنت كاوكاو والزنجلان واللوز غنطحن جوج معالق كبار من النافع، وملي كنطحنو مزيان ضروري ما نغربلو. وغنطحن جوج معالق كبار من حبه حلاوه، وحتى هي ضروري ما نغربلها. وغنحك جوج كوزات في الحكاكه، كتبقى الكوزه اختياريه، اللي ما كيبغيش المذاق ديال الكوزه ما يستعملهاش. وغنستعمل 3 د المعالق كبار من القرفه، وضروري ما تدوس في الغربان. درت معلقه صغيره من الملحه، وغنغربل كيلو من السكر كلاصي. انا درت كيلو، ودائما كيبقى السكر على حسب الذوق. وبعد ما طحنت كاع المكونات وغربلت اللي خاصو يتغربل، كنخلط كاع المكونات مع بعضهم. ما كفاتنيش القصعه ورديت كلشي في بانيو ديال الكوزينه باش نخلط كاع المكونات مزيان. هنا بديت كنغربل الدقيق بشويه بشويه، ضروري ما يتغربل لانه فيه الحبيبات. بالنسبه للدقيق درت جوج كيلو وربع اللي هي جوج كيلو و 250 غرام. ما تقويوش بزاف الدقيق، اكثر من القياس باش يجيكم القوام باين والزميطه ديالكم تجي زوينه. بعد ما غربلت الدقيق كامل غنخلطو مزيان مع القوام، باش ملي نبدا نضيف في الزيت ما نحتاجش ندلكها بزاف حيتاش كلشي مخلط مزيان. درت الزيت اللي ضيفت من قبل، خليتها حتى بردت مزيان، عاد سكبتها في القوام. وياكم ديروا الزيت وهي مازال سخونه، ضروري ما تخليوها تبرد. وبالنسبه للقياس ديال الزيت اللي درت اطرو وجوج كيسان ديال العنبه من الزيت طايبه. بلا ما كنقوي فيها الزيت اكثر من القياس، كنخلطها مزيان حتى كتجمع، حتى كتولي مجموعه ومعلقه. وكاين خلاص اللي كيجمعها بالزبده والعسل، لكن الا استعملتوا العسل ما تستعملوش السكر كلاصي حيتاش العسل اصلا حلوه، بلا ما ديروا السكر كلاصي. وبالنسبه اللي كيجمعها بالزبده والعسل كيف ما قلت لكم، الزبده مع المده كتولي فيها الريحه الا ما درتوهاش في الثلاجه، لكن بالزيت كتبقى مده طويله بلا ثلاجه بلا والو وما كتوقع ليها حتى حاجه. وواحد المساله اخرى، الا كثرتو من حبه حلاوه والنافع في الزميطه غتجي لكم مره وما زويناش. وكاين تاني اللي كيزيد فيها الا نزريت الكتان مع الصوجة، انا ما كنديرهمش، انا هذه هي طريقتي. وبهذه الطريقه هذه كتجي زوينه وكيجي المذاق ديالها اكثر من زوينه وسهله. وكيف ما تبعتوا معايا حتى من الزيت ما قويتهاش باش ما تجيش مزيته اكثر من القياس. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الحلقه اليوم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج، هذا فضلا وليس امرا. وما تنساوش تشاركوا في القناه
باش ديما يوصلكم الجديد. وشكرا لكم دائما، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.